كلير. بالنسبة لهذا الدرس، أول شيء رح ناخذ الخواص العام للأورجانيك بلا شي كلير. طبعا أنا هون سحبت ملخص أوزيت من النت، بحيث إنه الكتاب فيه معلومات، طبعا نفس المعلومات تماما، لكن هون مبسطة أكثر المعلومات. أكيد رح نحل بالنهاية تستات وهيك. فرح نبلش هلا بالدرس واللي هو الأورجانيك بلا شي كلير، قصدهم فيه هي المركبات العضوية. تمام، الدرس الماضي حكينا عن الإنأورجانيك بلا شي كلير، هي المركبات الغير عضوية. آخر شيء أخذنا المينرال لير وإكسكلين ده فاضلاء للمصن ده، ايش بيصير انه امراض وايش كذا، كلهم حكينا عنهم. هلا رح نحكي عن ايش، عن الاورجانيك بلا شيكلات. طبعا بهذا الدرس اول شيء عم بيقولوا لنا هجره ده صيون ضشن ده كالان بلا شيكلات ريم بيوك قسم اورجانيك بلا شيكلاتر. بنعرف نحن الهجره كليات جسمنا مؤلف من هجرات، صح؟ صيون ضشن ده الهجرة مؤلفة لنا من سيتوبلازما، بنعرف الزار والتشيكير ديك. بنعرف انه قسم كبير منهم هو مؤلف من المي، تمام؟ لكن القسم اللي باقي اغلبه ايش بنسميه؟ اورجانيك بلا شيكلار، اللي هو عنوان درسنا. تمام، القسم الباقي من الهجرلات هو عبارة عن اورجانيك بلا شيكلار، طبعا مخزنة على شكل ايش؟ في اشكال كثير مختلفة لل اورجانيك بلا شيكلار، ممكن تكون على شكل بروتين، ممكن كربون هيدرات، ممكن نوكليك اسيتلار، في عندك كذا شكل كلهم رح ندرسهم. طب ايش بيميز لي الاورجانيك بلا شيكلار؟ هي المكونات اللي فيها بتتالف من كذا قسم، ايش هنن؟ من كذا بالاحرى اتوم او اليمنت، اللي هنن كربون هيدروجين اكسجين، ثلاثة أساسيات. تمام، كربون هيدروجين أكسجين، كل الأورجانيك بلا شيكلار مؤلفين من هدول الثلاثة، إضافة إلى أحيانا بيكون في فوسفور إضافي أو أزوت أو كذا، كل القسم رح نتعرف عليه طبعا. وإيش مكوناته؟ جان لار طرف فندان سينتيز لينابيلين إنرجي فيريج يبج أونارج فيدوزين ليجي بلا شيكلار در. طبعا تنقسم حسب خواص الأورجانيك بلا شيكلار، ممكن تكون انرجي فيريج. ايش يعني انرجي فيريج؟ يعني بتعطي الطاقه للجسم. اليابوج، اليابوج هي البنيويه، يعني تدخل ببنيه ببنيه الهجرلار. شلون؟ مثل ايش؟ مثل البروتينات. نحن بنعرف البروتين مثلا هو جسمنا اغلبه او اغلب الاورجانيك بلا شيكلار عندنا هي بتدخل ببنيه الخلايا عندنا هي البروتين مثلا. اونارج دوزين ليجي، دوزين ليجي هي اللي بيقصدوا فيها اللي بتنظم لي الجسم. تمام، طيب ايش عم بيقولوا لنا كمان؟ اورجانيك بلا شيكلار بيربيرينين اين يضا بنزري اولان يابي تاشلارنا مونومر دنر. مونومرلرين دهيدراسيون سنتيزيله اولوشتوردوكلاري بيوك مولكولاري بوليمر. معناتها هون في عندي مصطلحين مهمات، ان المونومر والبوليمر. ايش الفرق بيناتهم؟ عم بيقولوا لنا من اسمه هلا المونومير والبوليمير. مونو بولي هدول الكلمتين هن اللاتينيات. ايش معناهم؟ المونو بقصدوا فيه الواحد، المونو كلمه مونو. بس ثواني اضيف فيكم مين راح ينضاف؟ باسم. المونومير بقصدوا فيه واحد، فالمونومير هي الجزيئه الصغيره. تمام، هي اصغر شيء، يابطاش بنسمين لكم اياها هون. ايش بنسمينا؟ يابطاش. يابطاش بيقصدوا فيها البنيه، حجره الاساس، الحجره البنيويه او الاساس. تمام، هي المونومير. المونوميرات مع بعضهم بيتحدوا، ايش بيسووا لي؟ شيء اسمه البوليمير. تمام، طبعا هلا رح ندرسهم بشكل مفصل اكثر. رح ننتقل للسلايد الثاني. اخذنا بهذا السلايد قلنا الشيء الاساسي نعرف نميز المونومير عن البوليمير. المونومير هو الوحده الاساسيه اليابطاش. تمام، البوليمير هو مونومير لارين بيرليش مثيله بوليمير لار اولوشر، يعني مونومير لار مع بعضهم بيتحدوا بشكلوا لي شيء اسمه بوليمير. طيب بالنسبه للسلايد الثاني عم بيقولوا لنا في عندي عمليتين اساسيات. شلون؟ وقت اخذنا الميتابوليزما اذا بتتذكروا حكينا بدرس مثلا الميتابوليزما عن شغلتين اساسيتين قلنا هنن الكاتاليزاسيون والانا ان هنن عكس بعضهم. تمام، وحده يقوم وحده يقوم. نفس الشيء هون ايش عم بيقولوا عنا؟ المونوميرلر. تمام، هدول هنن قلنا هنن الوحدات الصغيره اليابوتاش لاري، اذا اتحدوا مع بعضهم ايش بيشكلوا لي؟ شيء اسمه بوليمرلر. هاي العملية ايش بنسميها؟ بنسميها دهيدراسيون. دهيدراسيون يعني قصدهم فيها اليابم. تمام، يابم دهيدراسيون
ليش سميناها ديهيدراسيون؟ انه عم بيصير تركيب عندي المونوميرلار الصغار عم يتحدوا مع بعضهم مونوميرلار مع بعضهم بيشكلوا لي مركب كبير واللي هو اسمه البوليمر. هلا رح ناخذ اسمائهم بالتفصيل بما انه رح نحكي هلا عن الكربون هيدرات، بدنا ناخذ امثله. طيب الطريقه العكسيه واللي هي شلون؟ هلا هاي الطريقه هيك، هذا السهم رايح المونوميرلار للبوليمر. طب العكس، البوليمر وقت اللي بيتفكك وبيشكل لي شيء اسمه مونوميرلار، ايش بنسميها؟ بنسميها هيدروليز. ايش معنات هيدروليز؟ معناتها هي اليقم، تفكك الهيدروليز. تمام، برايكم ان هي بحاجه لطاقه اكثر، التفكك ولا التركيب؟ طاقه اي تي بي. هلا اي حدا فينا بده يركب شيء بيفضل اكثر ولا وقت بده اليابان بده اي تي بي صح ولا لا؟ او انرجي. صح، برافو عليكم. معناتها الديهيدراسيون اي تي بي هارجنر مثل ما مكتوب هون. ليش طيب انه بالديهيدراسيون بدهم اي تي بي، بالهيدروليز ما في؟ انه الهيدروليز طريق كثير عملها اسهل. انا هيدروليز معناتها انا بدي افكك، والتفكيك كثير اسهل من اليابان. تمام، لهيك بيقولوا لنا الديهيدراسيون ده اي تي بي هارجنر بمطلقه هجره içinde gerçekleşir. هون معناها بالديهيدراسيون البناء دائما بيكون وين هاي العمليه بتتم؟ حصرا هجره içinde، حصرا هجره içinde. بينما الهيدروليز ده اي تي بي هارجنماز، ما في داعي اصلا لنجيب الاي تي بي، يعني ما في داعي للطاقه، بشكل سهل بيصير عندي الهيدروليز. هم هجره içinde هم هجره dışında gerçekleşebilir، ممكن يصير جوات الخليه او خارج الخليه. تمام، بهالحالتين ممكن يكون. طيب هلا اذا نطلع على المثال الموجود عندي فوق، عم بيقولوا لنا جليكوز مع جليكوز. هلا بيقصدوا بالجليكوز هو المونومير، هو اليابطاش، هو اصغر شيء بالكربون هيدرات. تمام، عم بيقولوا لنا اتحدوا مع بعضهم، ايش سمينا هاي العمليه؟ ديهيدراسيون، لانه قلنا هي اليابم هي البناء. ايش شكلوا لي؟ شكلوا لي شكل جديد هو اسمه المالتوز. هلا رح ناخذهم بالتفصيل لهدول الكربون هيدرات. تمام، واعطوني ايش بالنهايه بيطلع معي؟ بيطلع سو. دائما نهايه الديهيدراسيون بيعطوني بوليمر ارتسو، بوليمر ارتسو. يعني دائما المونوميرلر بيرلشرك بوليمر، المونوميرلر بيرلشرك مونوميرلر دنشر فيسو اتشغا تشكار. تمام، بيطلع عندي مي كمان. بالعكس اذا جينا حكينا بالطريقه العكسيه يلي هي انه المالتوز اجى تفكك عندي عن اسمها الهيدروليز، ايش عطاني؟ عطاني جليكوز تنتين. تمام، الجليكوز الاول مع الجليكوز الثاني. بهالحاله بتقولوا الهيدروليز بحاجه لايش معناها؟ بحاجه لمي، مو بيعطيني مي، بحاجه لمي. معناتها المالتوز مع المي بيعطيني جليكوز تنتين. تمام، يعني بيتحول لي لشيء اسمه مونوميرلر. لحد الان بظن ما في عندكم مشكله، عرفنا ايش الفرق بين الديهيدراسيون وبين الهيدروليز، هن عمليتين متعاكستين. صرنا نعرف انا هي بدها طاقه والثانيه اللي ما بدها طاقه. رح ننتقل للسلايد اللي بعده. شوفوا عم يعطونا مثال بهذا السلايد، كبرت شوي الخط. ايش عم كاتبين مثلا باول رسمه؟ عم بيقولوا لنا هون فيها قصاب بوليمر، قصاب بوليمر مع مونومير. ايش شكل لي؟ قصاب بوليمر مع مونومير. المونومير هو اليابطاش، ان هذا اصغر منه مستحيل يكون فيه، حتى لاحظوا في طابق بس وحده خضراء، يعني بيقصدوا فيها سلسله وحده للكربونات، يعني انه ما له معقد، بينما هون في اربعه. تمام، فهون يعني انه اسمه بوليمر لكن قصاب زنجيرله. عن طريق الديهيدراسيون يعني يابم، ايش اعطاني؟ اذن بوليمر، اذن بوليمر. طبعا ايش هون السهم الازرق؟ اذا بتلاحظوا هون في عندي هي كيو او، يعني بيقصدوا فيها المي، فمعناتها ايش عم بيطلع عندي؟ مي. معناتها عندي بوليمر مع قصاب بوليمر مع مونومير، ايش عطاني؟ عطاني اذن بوليمر ارتسو. تمام، هي ايش بنسمي هي العمليه؟ ديهيدراسيون. اذا جينا نطلع على الثانيه، على الطرف الثاني او الرسمه الثانيه، بنلاحظ انه كاتبين هون بالعكس، عطينكم بوليمر هذا الموجود عندكم عن طريق، طبعا ايش بحاجه لايش؟ قلنا لمي. تمام، مي مع البوليمر الطويل اعطاني قصا بوليمر ات، هذا ايش بنسميه؟ مونومير. تمام، هي العمليه ايش بنسميها؟ بنسميها هيدروليز، هيدروليز. كمان هي السلايد بكون اكدها مع، تفضل مين رح يسال؟ هسه هدول هسه اي صفحه بكون على هذا؟
عم ناخدهم بالكتاب، بالكتاب قريب قريب على صفحة بداية فين الأورجانيك اوكي اكيد. كيمستري. الكتاب ماله جنبي. بس الصفحات فين اوكي اكيد. تمام 38 معناها. هلا أنا هذا السلايد رح أعطيكم إياه، ما تاكلوهم. تمام رح نكمل شباب عم تسمعوني ما هيك؟ ايه انسى. تمام حكينا تمام حكينا بالسلايدات اللي قبل مشان تركزوا معلوماتكم، حكينا عن عمليتين اساسيات بيصيروا بالاورجانيك بيريشيكلار واللي هن دهيدراسيون والهيدروليز، اللي نحن بنعكس بعضهم، وحده او تي بي هارجنر، الثانيه او تي بي هارجناز، وحده بدها مي وحده بيطلع منها مي. تمام هدول كلهم اخذناهم، اخذنا اشمعة البوليمر انه هو المركب الكبير المؤلف من شيء اسمه مونوميرلار. المونوميرلار انه هن اليابوتاشلار، يعني هن الجزيئات كثير صغيره اصغر من هيك مستحيل يتفتتوا. طب رح ناخذ اول نوع الاورجانيك بيشيكلار واللي هن الكربون هيدرات. تمام الكربون هيدراتلار، الكربون هيدراتلار هن سكريات. تمام نحن بنعرفهم هون، حتى بتلاحظوا على علب الشوكولا او هيك مكتوب كربون هيدرات، نسبه الكربون هيدرات شقد، يعني نسبه السكريات شقد. عم بيقولوا لنا يب الصندوق كربون هيدروجين اوكسجين. طيب معناها هلا من شوي اخذناها اصلا الاورجانيك بيشكلار التمل اليمنتلار عندهم هن كربون هيدروجين اوكسجين. عم بيكملوا عم بيقولوا جونلار برينجي درجه ده انرجي فيريجي، برينجي درجه ده. تمام يعني هن بالدرجه الاولى شو بيعطوني طاقه للجسم، لهيك بيقولوا لك مثلا انت عندك امتحان عندك شيء بحاجه لطاقه كل شوكولا كوش حلو معلش كثير مفيد لك هلا بهالوقت، ما بيقولوا لك مثلا روح كل اي شيء ثاني مثلا، لا بيقولوا لك كل شيء حلو. ليش؟ لانه هو الجسم وقت بحاجه لطاقه اول شيء وين بيروح؟ بياخذ من الكربون هيدرات. تمام من السكريات اول شيء بياخذ الطاقه منها. هجره زرنن هجره تيبرينين دينا رينا في اتيبينين يبصمون كتلر. عم يفرجونا وين موجود الكربون هيدرات، بغشاء الخليه هجره زري هجره تيبري جدار الخليه، كمان بالدي ان او بالري ان او والاتيبي، هدول كلهم موجود ببنيتون الكربون هيدرات اللي هلا رح ندرسهم بالتفصيل. عم بيقولوا لنا قصا سوريلي يدك بسين دي بوسو olduğu gibi yağa çevrilerek uzun süreli depo edilebilir. يعني نحن بيقولوا لك لا تكتر اكل سكريات كثير. ليش؟ لانه مع الوقت السكريات رح تتحول لدهون وتتخزن بجسمك تؤدي للسمنه. فمعناها عم بيقولوا لنا بس اضيف رفقاتكم شام. تمام فمعناها عم بيقولوا لنا الكربون هيدرات ممكن تكون مخزنه بالجسم على شكل قصاص سوريلي، يعني لفتره قصيره قصاص سوريلي، او اذون سوريلي بعد فتره اذا ما استخدم الجسم وما كان بحاجه إلى رح تتم لفتره طويله وتتخزن طبعا عن طريق الكبد وكذا، فرح تتحول على ايه لايش؟ رح تتحول ل اذون سوريلي كربون هيدرات على شكل يغلار على شكل دهون. يعني كربون هيدرات içerdikleri شكر sayısına göre. طيب هون رح نقسم الكربون هيدرات، نحن بنعرف شو اسمه كربون هيدرات بشكل عام، لكن ايش اقسامهم؟ عم بيقولوا لنا حسب عدد السكر شكر sayısına göre، حسب عدد السكر بنقسمه ل مونوسكريت دي سكريت بوليسكريتلر. معناتها ثلاث اقسام اساسيه عندي اياهم. طيب صرنا نحن نعرف من قبل شيء اسمه مونو، حكينا عنه قلنا المونو يعني واحد صح، مثل المونومير والبوليمير. المونو واحد معناتها مونو سكريتلر كم شكر عنده؟ شكر واحد. طيب الدي سكريت، دي كلمة دي يعني اثنين بالكلون كعدد لاتينية. تمام دي يعني اثنين. البولي سكريت، بولي أظن توك يعني ما في عدد معين أكثر من اثنين، يعني ثلاثة وما فوق. تمام من ثلاثة وفوق. طيب هلأ رح ندرس كل قسم وأمثلة عنه، الأمثلة الموجودة عليه. كلياتنا بنعرف السكريات العادية هلا رح ناخذهم، نعرف في مثلا بالحليب في سكر، طب ايش نوع هذا السكر؟ اغلبنا ما بيعرف شو اسم السكر الموجود علميا يعني. رح ندرسهم هلا بالتفصيل. عم بيقولوا لنا اول فقرة عنا اياها هي المونوسكريتلر، يعني بير شكر ليلر، قلنا المونو معناها بير. البير شكر ليلر مع أمثلة عنهم وخواصهم وين موجودين؟ عم بيقولوا لنا كربون هيدراتلارين مونومير لري،
مونوساكريتلر هن المونوميرلر عند الكربوهيدرات. اخذنا شيء اسمه كربوهيدرات، المونومير اللي لهم معناها سالتكم كربوهيدرات مونوميرلري نلاردر تقولوا المونوساكريتلر، يعني اذا اعطوكم الامثله لازم نعرفهم هدول انه هن الحجر الاساس بالكربوهيدرات. طيب الفورمول الكيمياصال فورمول لهم الصيغه الكيميائيه لهم هي جي ني هي كي ني او ني. ايش بقصدوا بالني ني ني؟ هي الني قصدهم فيها حسب عدد الكربون اللي عنده، يعني مثلا اذا كان الكربون واحد مثلا بتقولوا شكل السكر شلون معناتها بيكون هذا الشكل المونوساكريت، بتقولوا جي بما انه واحد خلاص ما بنذكر الواحد مره ثانيه، هي كي ني يعني كي او، هذا شكل مثلا شكل من اشكال المونوساكريت. كمان اذا كان عندي كربونتين فبتقولوا جي كي هي، هون شقد بتصير كي تشار بكي ديرت تمام او كي، هيك بيكون صيغته العامة. فمعناها بس شفتوا دائما الأكسجين مثلا والكربون عدده نفسه بس الهيدروجين مضاعف، مع هذا بنسميه مونوساكري تمام. بس حفظنا الفورمول جنرال فورمول بيسهل علينا انه نعرف انا نوع من انواع الشكر لار او انواع السكري لار. طيب عم بيقولون الناس سينديريل مدان هجري زرندا جيتشابيلير لار، ايش بيقصدوا فيها هاي الكلمة؟ يعني بما انه هو مونومير لار صح ولا لا، ان المونوساكاريت هي مونومير يعني اصغر جزء ممكن يكون موجود بالكربوهيدرات. طيب معناها في داعي لينهضم لحتى يدخل على الخليه؟ لا، هو ذاتا اصغر شيء ما في اصغر منه. فالسينديريل مدن بدون ما ينهضم في جزء زارندا جيتشابيلير لار ممكن يمر عن طريق غشاء الخليه بدون ما ينهضمه. هجرلار دي ان فازلا بولونان تشيتلري 3 كربونلو تريوز، طبعا 3 هي باللاتيني معناها 3 يعني اتش كربونلو، هدول اكثر شيء موجودين بالخلايا هذا النوع اللي هو اتش كربونلو. طب اذا جيت قلت لكم حددوا لي صيغته لهذا الاتش كربونلو معناتها جي اتش مو اتش كربونلو، هي اتش تشار بي 2 6 او اتش صح، حتى بالجنال فورمولا اللي عندنا. طيب في عندي كمان النوع الثاني اللي كثير متواجد بالهجرلار بيش كربونلو بنتوز. طيب لحالكم صرتوا تعرفوا معناتها شلون الفورمولا اللي له، تقولوا جي بيش هي اون او بيش لانه صرنا نعرف الجنال فورمول. جينا على الالت كربونلو هو هيكسوز، هيكسوز ليش هيك اسمهم غريبه؟ برجع بعيد هدول ارقام اللاتينيه 3 البنتو والهيكزو تمام، هدول ثلاثه بيقصدوا فيهم 3 و5 و6 مع التكرار رح تقدروا تحفظوهم ان شاء الله. عم بيقولوا لنا هون تريوز لار يعني اتش كربونلو، صرنا نعرفهم تريوز ايش معناته، تريوز معناته ثلاثه يعني ثلاث كربونات عندي. تريوز لار هن طبعا مونومير لار رغم انه ثلاث كربونات بس ما تخربطوا، هن مونومير هن مونوساكاريت يعني سكر واحد لكن ثلاثي الكربون يعني فيه ثلاث كربونات لكن هو مونوساكاريت تمام. عم بيقولوا لنا بي جي ال فوسفو جليسر الدهيد، رح ناخده لقدام هاد تمام، هذا المركب عم بيفرجونا وين موجود هذا السكر. احفظوه بي جي ال فوتوسينتيز ده جليكوزو اوشترور عن طريق الفوتوسينتيز يعني التركيب الضوئي بيتشكل عندي شيء اسمه سكر صح، الجليكوز سكر الجليكوز بيتشكل. عم بيقولوا لنا هو اللي بيشكل لي سكر الجليكوز، يكون قبل ما يتشكل الجليكوز عن طريق التركيب الضوئي بيكون على شكل تريوزلار تمام، يعني اتش كربونلو شكرلار. ايرجا سولونوم سراسندا ارا اورن olarak oluşur. ارا اورن ايش قصدوا فيها هاي الكلمه؟ قصدهم فيها انه منتج لكن وسطي او لبين ما تخلص المرحله بده يعني ما له ثابت رح يتغير. فعم بيقولوا لنا اثناء التنفس هو بيكون على شكل ارا اورن لبين ما يخلص تنفس خلاص بيثبت يا جليكوز يا اما بيصرف جليكوز لانه الجسم بحاجه لطاقه قلنا، واول اخذناها من شوي قلنا انرجي بيريجي بيرينجي انرجي بيريجي هو الكربوهيدرات. فهو هذا التريوز لار انه بيكونوا على شكل ارا اورن بشكل منتج ثانوي ما له اساسي لبين ما تخلص السولونوم خلاص بيقلب يا اما بيصرف الجليكوز يا اما بيضل عندي. عم يعطونا الفقره اللي بعدها هي عن البنتوزلار. البنتوزلار هنن ان بنتو معناها خمسه باللاتيني، فبنتوزلار هنن البيش كربونلو شكرلر اللي فيه خمس كربونات.
يعطون أمثلة عنهم بدكم تحفظون. ريبوز ديوكسي ريبوز ريبوز ديوكسي ريبوز اللي درس ليجاسي سنة الماضية وكلياتكم درستوا ذات ليجاسي، تذكروا ان دي ان ا الشكر اللي موجود فيه هو بيش كربون وشكر، يعني بينتوز يعني هو نوعه نفسه اسمه البينتوز او البيش كربون وشكر، كان اسمه اذا بتتذكروا ديوكسي ريبوز كان اسمه. في عندي نوع ثاني هو اللي هو الريبوز. قالوا لنا وين موجود؟ طيب الريبوز عفرجونا وين موجود، بالار ان ا ا تي بي ناد فاد في ناد بي. هلا هدول المركبات شايفينهم كثير غريبين، مطلوب منكم بس انتم تحفظوا تعدادهم، مو مطلوب هلا لحد الان انه تفهمون وش هن موجودين. هن كلهم مركبات موجودين وبيساهموا بال يشمصل فعاليات لار، بالفعاليات الحيويه تبعيه الجسم. طيب ديوكسي ريبوز وين موجود؟ بالدي ان ا بس. ما تحفظوا الديوكسي ريبوز موجود بالدي ان ا، والباقي بالسكر الموجود فيهم بيكون ريبوز، يعني الار ان ا الاي تي بي ناد فاد يعني ني ا دي او في ا دي، هذا الشكر الموجود فيهم هو الريبوز. تمام، حدا عنده سؤال لحد الان؟ رح تخلص الجلسه الاولى. لا انسى. حد عنده سؤال؟ عم تسمعوني ولا لا شباب؟ لا انسى. لا انسى. لا انسى. عم تسمعني؟ عم اسمعك. في حدا عنده سؤال؟ توقعت عم بحكي لحالي فكرت. اذا عندكم سؤال قلوا لي. تمام شباب، رح نكمل معناها على المونومير المونوسكريتلار. قلنا هن اهم ثلاثه موجودين عندي، هن التريوزلار، ثواني، هنن شو اخذناهم من شوي، هنن التريوزلار والبينتوزلار، اخر واحد واللي هو هيكزوز هيكسوزلار. هيكسوزلار ايش بقصدوا فيهم؟ 6 كربونلو شكرلار. 6 كربونلو يعني عندهم 6 كربونات. مثل ايش؟ عم يعطونا الامثله عنهم اللي هنن جليكوز، طبعا هو اهم 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 شكر عندنا اياه واكثر شيء بتدرسوه هو الجليكوز. تمام، جليكوز فركتوز جالاكتوز، هدول كلهم مونوسكريت لكن 6 كربونلو شكر. جليكوز ان اونيملي شكر تشيددر، مثل ما حكيت هلا انه جليكوز هو ان اونيملي شكر، اهم نوع عندي من السكريات هو الجليكوز. انرجي ال دي ات مدى، انرجي ال دي ات مدى الك سرادا كولانولر، يعني اول شيء جسم بحاجه لطاقه. تمام، وين يروح؟ بيروح بياخذ جليكوز، بفكك جليكوز لحتى يقدر ياخذ الطاقه منه. تمام، كان دا ölçülen tek şeker olduğunda kan şekeri olarak bilinir. إيش بنسمي هذا السكر؟ الجليكوز اسمه كان شكري، يعني وقت بيقول لك نسبة السكر عندك مرتفعة، أنا سكر بيقصده أي نوع واحد هو الجليكوز، لهيك سموه كان شكري. تمام؟ إنه سكر دم. بين جليكوزدان انرجي إلدا إدر، يعني وقت بده طاقة الدماغ لحتى يشتغل بده طاقة، وين بياخذها؟ من مين؟ كمان من الجليكوز. نرجع على الأهم سكر اللي عندي هو اسمه جليكوز. تمام، حكينا عن الجليكوز. بنجي على الفقرة اللي بعدها اللي هو فركتوز، كمان هو 6 كربونلو شكر. الفركتوز هو سكر الفواكه، السكر موجود بأغلب الفواكه اسمه فركتوز. ميفة شكري olarak bilinir. İnsanlar fruktozu glikozu çevirerek kullanır. يعني نحن وقت بناخذ الفواكه بناكلها مثلا تدخل على الجهاز الهضمي اللي عندنا على شكل ايش؟ السكر هو فركتوز، لكن جسم الانسان فورا بيحوله لايش؟ لجليكوز لحتى يستفيد منه. بايش بيستفيد منه؟ لكل العمليات، للتنفس، الدماغ بحاجة لطاقة، وين بياخدها؟ من الجليكوز. نحن تحركنا أول شيء إيش بينحرق عنا؟ بينحرق الجليكوز. حتى مجرد التفكير الدماغ إذا بده يشتغل مثل ما عم نقول هلا إنه بحاجة لطاقة، هاي الطاقة منين بيجيبها؟ أول شيء بيجيبها من الجليكوز. تمام؟ أن تاتلو شكردر هو أكثر سكر طعمه حلو بيقصدوا فيه. جينا على النوع الثالث من الالتي كربونلو شكرلار، طبعا في كثير أنواع، نحن عم ناخذ الأهم اللي موجودين بكتابكم هن هدول الثلاثة، جليكوز فركتوز، الثالث ايش هو؟ هو الجالاكتوز. الجالاكتوز سود شكري. تمام، هو السكر الموجود بالحليب، سكر الحليب ايش بنسميه؟ جالاكتوز. olarak bilinse de bitkilerde kloroplastin içinde
yosunlarda elde edilen bir polisakkarit olan organın yapısında şeker pancarı, reçine ve keçi boynuzu ötünde bulunur. عم بفرجيكم هو صح اسمه سوت شكري لكن ممكن يكون موجود بأماكن تانية. عم بيقول لنا هي مثل نوت تحت. Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olan moleküllere izomer denir. İş bir uzdufiye. İş hu açık formül, şu el kapalı formül. Kapalı formül yani اللي بيبين لي اللي أخذناه من شوي إنه عدد الكربون قلنا مثلا بالنسبة للمونوسكريتلر الفورمول العام اللي قلنا جنال فورمول إيش هو؟ جيني هي إكي ني أو ني صح؟ قلنا الني رقم ممكن يكون من الواحد ونحن طالعين. طيب هذا إيش بنسميه هذا الجنال؟ هذا بنسميه كابالي فورمول هذا العام يعني. لكن في عندي سلسلة العضوية الأورجانيك كيمياتي معقدة تمام؟ فالمركب حسب الروابط الموجودة بين كل أطوم والأطوم الثانية أو بين الإليمنت والإليمنت الثاني كل ما اختلفت بيختلف الوضع تماما. لهيك سموا لي هون في عندي أتشك فورمول وفي عندي شيء اسمه كابالو فورمول. طيب إذا كانوا نفس الكابالو فورمول إيش بقصدوا فيها؟ يعني نفس عدد الكربون، نفس عدد الهيدروجين، نفس عدد الأكسجين لكن الأتشك مختلف. الأتشك فورمول يعني تفصيل الروابط مختلف. ايش بنسمي هاد؟ ايزومير، نظائر. ايزومير هي مثل النظيره انه يعني بيشبهوا بعض نفس عدد الاتوملار لكن ما له نفسه، غير مركب. هيك بيقصدوا فيه. اذا حدا عنده سؤال يقول لي قبل ما انتقل للفقره اللي بعدها. السلسله اللي شرحتيه اخر شيء ما عرفت جايبي نوت يعني ايه نوت بس معلومة بسيطة. إذا قالوا لك مثلا ممكن حسب طبيعة الأسئلة اللي رح تجي بالامتحان مثلا الأستاذ رح يجيب لكم فراغات ممكن يجيب التعريف يقول لك كابالي فورمولاري أين أتك فورمولاري فاركلو أولا موليكولاري ني أدو فريلر تقول لهم إيزومير معناها هون عم باخد أنا شيء اسمه إيزومير بقصده فيه إنه نفس الكابالي فورمول الشكل فورمول أصلاً مثل اللي أخذناه من شوي يعني الصيغة العامة تبعيت المركب ممكن لكل مركب صيغة مثلا بقول لك إيش الفورمول اللي للمي اللي هي إكيو للكربون ديوكسيد اللي جاي إكيو صح؟ نفس الشيء هون عندي للكربون هيدرات للأورجانيك بلاشيكلار كلهم كل واحد له فورمول خاص فيه. طيب إذا كان نفس الكابالي فورمول يعني نفس عدد الكربون عدد الأكسجين عدد لكن إيش الأتشك فورمول مختلف. الأتشك فورمول أظن تفصيلي اللي بفصل لي الروابط وشكل الروابط وإذا كانت حلقية إذا كانت مستقيمة هاي أنتوا شغلات ما رح تاخدوها هلا أبدا بس إنه تعرفوا إنه إذا كان نفس الكابالو فورمول لكن مختلف بالأتشك فورمول إيش بنسمي هذا المركب؟ بنسميه إيزومير. إيزومير يعني النظير إنه هذا بيشبه كتير المركب الثاني لكن ما له نفسه تمام بس نفس عدد الكربونات فيه نفس عدد الهيدروجينات فيه تمام فبنسميه إيزومير بس. هذا ممكن يجي هيك بس إنه تحفظه كفراغ ممكن يجيك بالامتحان ومو أكثر. صبايا وشباب رح نكمل الفقرة الثانية. بلوز شوي ويقطع التسجيل عندي لأنه جلسة مدتها ما رح تكون أكثر من 40 دقيقة بتوقع. رح نبلش هلأ فورا ادخلوا على نفس الرابط اللي بعدته. ماشي تمام هلأ تمام هلأ رح نكمل بنفس الفقرة. أخذنا شيء اسمه مونوساكاريت يعني سكريات الأحادية يلي فيها بير شكر قلنا بير شكر للار. هلا رح ناخذ الإكي شكر للار يعني دي سكريت دي سكريت دي الرقم 2 يعني من اسمه دي سكريت يعني إكي مونو سكريتن بيرلشمسيله أولوشور يعني 2 مونو سكريت مع بعضهم إيش بيعطيني شيء اسمه دي سكريت. سهلة كتير مونوسكريت مع مونوسكريت تعطوني شيء اسمه ديسكريت مع سو. طيب هاي العملية كلها ايش سميناها؟ ديهيدراسيون. ايش سميناها؟ ديهيدراسيون لأنه هي اليقم هي عكس الهيدروليز. هون في عندي شيء اسمه لحتى يرتبط المونوسكريت الأول مع الثاني في رابطة بدها تمسكون في باغ ايش بنسميها؟ جليكوزيت باغ. كثير مهم تعرفوها لانه وقت رح ناخذ البروتين رح يطلع عندي بغلار جداد تمام غير هاي الباغ مثلا غير هاي الرابطه. فبنقول مونوسكريت مونوسكريت لارين
glikoz bağıyla birleşmesiyle disakkarit oluşur. Tamam? Disakkarit oluşur. رح ناخذ امثله اكيد. هاي العمليه بنسميها dehydration او الاسم الثاني لها glycosylation. glycosylation يعني نفسها من الاسم، اجت من اسم الجلوكوز انه هو الاساسي، هو التمال شكر او الان انيملي شكر تشديد. دي سكريتلات سندريل مدن هجره زرندا geçmezler. ركزوا هون، ما بيقدر دي سكرت انه يعبر الغشاء تبع الخليه، ما بيقدر. ليش؟ لانه هو اصلا مركب كبير ما له صغير مثل المونوسكريت. جانلاردا ان انيملي دي سكريتلات عم يعطوكم اهم ثلاث انواع، هن مالتوز سكروز و لوكتوز. هدول لاكتوز ثلاثة الأساسيات رح ندرسهم هلا. مالتوز سكروز عم يقولون إنه هن بيتكسل، لاكتوز يسي هايفانسال. يعني عند النباتات إذا شفنا الديسكريت بيقول لكم إيش أنواع الديسكريت اللي موجودة عند البيتكيلار، بيقولوا لهم نوعين، يا مالتوز يا سكروز، بينما عند الهايفانسال هجرلار موجود اللاكتوز. تمام؟ هدول الأنواع الأساسية. رح ننتقل شوي لنحكي عنهم بالتفصيل. بيضل عندي بس الـ